There's only two ways: prison or the graveyard. أنشطة الإجرامية في المدينة، تجارة المخدرات وتجارة السلاح، الإتجار في البشر. بكتب اسم العصابة وبيضل طالع. تعد شيكاغو من الولايات اللي إلها تاريخ طويل مع العصابات المنظمة في هاي المدينة، حيث كانت من أكبر مدن تصنيع الخمور الغير قانونية في الولايات المتحدة، وكان هناك كثير من العصابات الموجودة في هاي المدينة، ومن أشهر هاي العصابات اللي هي عصابة كابوني الإيطالية. موجود عشرات العصابات في هاي المدينة، وكلهم بتنافسوا على السيطرة في المناطق اللي هي الأقل حظاً في شيكاغو. اليوم رح نلتقي مع أحد أخطر أفراد العصابات، وهو رئيس عصابة، وهو يعتبر شخص خطير جدا، فالله يعيننا اليوم على هاي الحلقة. راح نغامر من أجل أنه نوصل له. طبعا هاي العصابة عرفت بأساليبها العنيفة وتورطها في العديد من الأنشطة الإجرامية في المدينة، بما في ذلك تجارة المخدرات وتجارة السلاح وكمان الإتجار في البشر. طبعا راح يرافقني مين؟ شخص تعرفوه من قبل، هو طبعا ما وراء الكواليس الآن هو بصورني، اللي هو شرطي في شيكاغو، ولكن اليوم راح يكون معي بشكل متخفي جدا عشان لو عرفوا انه شرطي 100% راح يتم قتله. هاي العصابة نفس الشخص اللي راح تلتقي فيه، هذا قلب، القلب له معنى، هم بيستخدموا القلب اللي هم اللاتين كينج، واللاتين كينج ألوانهم اللي هي الأسود والذهبي. شو نسبة الخطورة اللي راح تكون علينا؟ حركة صعبة شوي، بحط حالي في خطورة عالية، ولو عرفوا انه انا شرطي يعني وضعي انا وياك راح يكون صعب. Are you afraid? Why are you afraid? I'm not afraid. أول شيء تعرفنا بحالك. They call me Scandalous Cato, member of the Latin Kings. ليش تخلقت تنضم لهي العصابة والعمل في هذا المجال؟ Started with my family. It becomes a family tradition. It ended up with my uncle being the founder. It led to my brother. It became me. So I became more powerful than my brother. I became a leader. طيب كيف بتم تجنيد الأعضاء الجدد في العصابة؟ If a gentleman comes up to us and says he wants to be a Latin king, first thing we do, we get your name. Where you from? We do what we call a cipher. A cipher is a meeting between enforcers and incas and cacicas. We will talk about you, about that brother, where he's from, what's his background, why does he want to join. If we feel that he's qualified, if they feel that he's qualified, they bring it to the head, which will be me or my enforcer. My enforcer will give him a gun to prove himself. We will see where your heart is at. If you prove yourself, then you become a member. How can he prove himself? By going and shooting, doing the shooting. It don't matter where they send you. They tell you go in folks' territory and shoot them. We don't care who it is, as long as you shoot somebody. And we got to hear it. And somebody's going to go with you to make sure that you discharge that gun and that you shot somebody. And then whatever the consequences come behind it, are you willing to take them? If you don't get caught, if you wore a ski mask and they didn't see your face, you're good to go. Then you will be branded. They will put a crown on you. كيف الناس بدها تعرف انه انت فتت منطقة عصابات؟ هسا العصابات دائما بيعملوا اللي بنحكى له جرافيتي، او بيحكوا لهم تاغ، بيعمل تاغ للمنطقة، بيكتبوا رموز، في رموز معروفة لازم تميز ما بين الجرافيتي العادي اللي هو بيعتبروه الناس كفن. العصابات رسوماتهم دائما بتكون بلون واحد، هذا واحد، اثنين بتكون بالعادة بالعلب الرش هاي اللي بيستخدموها برش على الحيطان، بتكون الكتابة مش منظمة، يعني مثلا ما بين الجرافيتي العادي راح تشوف
الرسومات منظمة وشكلها حلو، يعني اللي راسمها ماخذ وقته هو برسم فيها. تبع التاغنج لما يجي يعمل التاغ سريع، برش وبكتب مثل هيك، بكتب اسم العصابة وبيظل طالع. بس ليش بكتب اسم العصابة وبحط الرمز؟ عشان هم بدهم يتوسعوا في منطقتهم، يحكي للعصابات الثانية هاي منطقتنا لا تقرب لها. لما بيجي هسه تبع العصابة وبعمل تاج لمثلا هاي المنطقة عشان يأخذها، تبعون العصابة الثانية رح يجي ويشوف التاج بيحكي لك لا هاي إنا، فبيعملوا إشي بيسموه كروس آوت، وين بيعملوا إشي مثل ديسريسبكت لهم، بيعملوا يعني إهانة، بيجوا على الشعار تبعهم وبيغيروا الشكل او بيعملوا اضافه عليه انه يعني علمنا عليكم. هاي بالنسبه للشرطه مهمه جدا، لما يجي الشرطه ويشوفوا في تاج بيسجلوا المعلومات، لما بيرجع وبيشوف في تاج ثاني او اهانه او ديسريسبكت من العصابه الثانيه او محطوط شعارهم فوق هذاك الشعار، بيعرفوا انه ممكن يصير في كونفليكت، ممكن يصير في مشكله بهاي المنطقه، بيكون يعني الجانج ناويين ممكن يتهاوشوا او اذا شافوا بعض بهذا الشارع راح يصير في مشكله. اذا بتيجي بيوم الايام وبتلاقي التاج ما عليه الكروس اوت او الاهانات وبتلاقي دائما تاج ثابت، معناته تم السيطره على المنطقه. شو اهداف العصابه الرئيسيه؟ Our goal was to expand and to help other families that came here. When they started the organization, it was to help families that came from Mexico, from foreign countries, Cuba, that they suffered. The Land Kings will help them. We had a place called Lotto. Lotto was an office and they had employees. We had one on North Avenue on Claremont and we had one on Kedzie. But the government seen a terrorist. The government said no. These guys are terrorists. They made up stories. And from there on, we became a target to the police. So now we shoot at the police too. It was our main goal. You came around the neighborhood, we're gonna blast at you. On Spalding, no cops were ever went down Spalding because they didn't know where the gunmen were at. Sometimes we were up on the roof with an AK-47, an elephant gun, and we would shoot at your ass. We didn't care because you made us a target now. هسه شايف هذا البوت اللي على الأسلاك هذا لفوق، في له معاني كثيرة. في الفترات الأخيرة العصابات صاروا يتبنوا هاي الإشارة على أساس إنه هاي إشارة بتدل على منطقتهم، بس طبعاً في أقاويل كثيرة. في الطلاب اللي بيجوا بتنمروا على حدا بالمدارس وكذا وهو مروح، بياخذوه بيشلحوه البوت وبربطوه وبزتوه على الأسلاك عشان إيش؟ يعني ينبسطوا ويصير يضحكوا وكذا من باب التنمر. بعديها صار كثير قويل يعني إنه عصابات، ففي عصابات هسه بالوقت الحالي يعني بتبنوا هاي الفكرة وبصيروا يزتوا البوات على منطقة على مناطقهم عشان يعني مجرد ما واحد شاف هذا البوت يعرف انها منطقة عصابات. على الاغلب اكيد. Maybe somebody got beat up or somebody got shot. That's why they'd be up there. Faction. The last pair of shoes he had on his feet before he passed. That murder right there. This was the store, this our hood store. He'll always be right here, posted with us. See him every day. Watching out over. شو اخطر عملية قام فيها؟ Wow, I did a lot of stuff. So anywhere I go, jail, the street, I hold that position. I'm entitled to it because I am a born prince. But I never got off of that. I always wanted to be with the brothers. I always wanted to go do hits. I didn't care about the luxury. Me, I was always wild. You know, the boys say, hey, man, there's two clovers over. Let's go. I was one of them to go get you. And I'm coming for you. If you're there, I'm going to blast you. I'm going to put holes in you. The only thing I respected, if you were with your mother. If you were with your mom or your sister, I will let you go. But I will call you and I will tell you, hey, I got your number. I'll get you on the rebound. هسا عندك مثلا جانج ويد، بتيجي على هاي الناس بيعرفوا انه بيدخلوا على وسائل على السوشيال ميديا مثلا على الانستغرام، فبتكتب اسم التاج اللي موجود
على بيكون مرات على حاوية مكتوب في دخله، فبتدخل على الانستغرام أو على الفيسبوك وبتبعث لهذا الشخص بيجي لك وبيبيع لك الممنوعات. طيب هون هسه نحكي انه هاي منطقة بيع ممكن تكون؟ ممكن ممكن يعني اي مكان، اي رمز وين ما كان تقدر تشتري. يعني بتلاقي واحد بالشارع بتقدر تيجي تحكي معه واسأله قول له بتبيع، اذا ارتاح لك على طول بيبيع لك.